نجاح بقدرة ربي باش يتواصل، ولكن كانت فما برشا أشواك، برشا نضالات وبرشا برشا تحديات. الحكاية وما فيها في فقرة من القلب مباشرة مع ضيفنا اليوم، مهاجر تونسي من تونس مشى لباريس بعد إلى إفريقيا. الحكاية وما فيها باش يحكي لنا الآن سي عمار الزيدي ورحلة النجاح متاعه. مرحبا سي عمار، أهلا وسهلا. مرحبا أخت كوثر، نحييك ونحيي كافة الزملاء والإذاعة الوطنية اللي منورتنا في ربوع العالم كل. اي وانت وانت تسمعنا راهو من الصباح للطيح هكا ولا لا؟ المستمع وفي ليكم. نعرف والله نعرف، بارك الله فيك، ربي يخليك الحقيقه، وهذا ما يزيدنا كان فخر. نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، ديما منورين. اي وبالمناسبه نوجه تحيه للآل الزيدي الكل هكا ولا لا، مادام احنا توا ربي يخليهم ان شاء الله ويفضلكم لبعضكم. سي عمار، انا وقت اللي تعرفت عليك اللي نعرف اللي انت تستثمر في دوله افريقيه، ولكن قلت لي لا انا في باريس وغيره، احكي لي الحكايه. بدأت التجربة الأولى في غينيا كوناكري، دولة أفريقية. مرت بسبع سنوات. وكانت تجربة الحمد لله ناجحة، عرفنا فيها برشا علاقات وبرشا ناس معناها، ونشجع تونس باش يستثمروا في غينيا بالأخص. غينيا كوناكري. شنو نوعية الاستثمار غاديك؟ خدمات؟ شنو هي؟ تجارة. 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 فهمت. والحق الحق كل الوسائل موجوده، للنقل البرت الامكانيات كلها متوفره. ولك تونس باش يدخلوا يدخلوا لغينيا. غينيا كوناكري غاديك فرصه للاستثمار باهيه ومهمه جدا، او كما من قلب الحدث. وهي دوله في طور النمو. فهمت. به سبع سنين في غينيا. الحمد لله سبع سنوات. اي ولباس والحمد لله. الحمد لله توا تغيرت الوجهه الى باريس. باريس. لاوروبا. باهي النجم نسال سؤال كما اللي يسالوه الناس اللي يسمعوا فيني، يقول لك علاش هو ينصحني بغينيا ونمشي نستثمر غاديك ولكن من بعد مشي لباريس؟ علاش؟ لا انا في نفس الدومان، نفس الدومان. واضح. نفس التجربه اللي في الافريق حولت اون باراليل لباريس. ومشيت لباريس غاديكا في نفس الدومين. نفس الدومين، نفس التجربه. قداش عندك في باريس توا؟ توا عندي خمسة شهور. خمسة شهور جديد مازلت تسمى. من تونس بعد زيارات متكرره، زرتها ثلاث مرات، من بعد جبت الفكره ان اي واحد فوق وطا يستثمر يدخل عالم اخر. وكيفاش لقيت الاجواء غاديكا في باريس؟ والله بالنسبه اللي في باريس كانك في تونس. خاصه مع اولاد البلاد اللي يبداو غاديك منورين. وريحه البلاد منورين كلهم، ان شاء الله تونس ديما في العلالي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والله صدقيني اخت كوثر، لا تحس انك غريب في البلاد هذه. ان شاء الله ربي يبقي عليكم الستر يا ربي يا كريم. قلنا سبع سنين في غينيا، ما زلت غاديك الاستثمار نتاعك مازال متواصل والا قطعت؟ مازال. معناها بين غينيا وبين فرنسا. بين غينيا كوناكري وبين فرنسا. الأجواء العامة والعادات والتقاليد التونسية وانت في المهجر، سواء من غينيا سواء من باريس، كيفاش هكا باقي محافظ على عاداتنا والتقاليد؟ نحكي لي شنية حياتك اليومية والتفاصيل، بعض التفاصيل ربما اللي تبدأ مهمة بالنسبة للعادات والتقاليد. هيك ديما راسخة في القلب، هيك نفس الطبيعة، نفس التصرفات، نفس المعاملات. تغير ريتم شوية، لأن ريتم الأفريق مش كما أوروبا. فهمت. بالنسبة لأوروبا أقوى برشا من أما كتجربة باهية. الحق تجربة باهية. فهمت. فرق وطا الواحد يخدم على وجهتين. باهي مهمة. النجاح هذا ربما استثمرتوش باش انت تحل، معناها تفتح المجال باش تستقطب يد عاملة تونسية، فما الإمكانية هذه تدرسها في قادم الأيام ولا درستها عندك عليها؟ إن شاء الله في التوجه الجديد، إن شاء الله في البرنامج، إن شاء الله الإفريقيا الغينيا. إي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. كل التوفيق الحقيقة. الله يبارك لك أخت كوثر، يعيشك ونحيي برنامج بتاعك وكافة زملائك والأسرة الموسعة للإذاعة الوطنية، واللي ديما سبقين الحق في
تواصل مع كافة جالية تونسية مهما كانت في أي بلد في العالم. يا سيدي راكم على العين والرأس ومرحبا بكم أنتم أنجحوا إحنا راكم بالحق معناها تعطيونا برشا شحنة وبرشا موجات إيجابية ونحكيوا على نجاحاتكم. أنا قبل ما نختم معاك في العموم قديش عندك في المهجر توا؟ قديش من عام؟ 7 سنين ونص. 7 سنين ونص به لباس والحمد لله وفقنا ربي وغيره، ولكن الرحلة ما كانتش سهلة، كنت فما مشاكل. هي الحق أنا مريت برشا مشاكل ما بينها، مثلا في أفريقيا تعرف فترة الكورونا، أي فترة انقلاب عسكري كلها مرت عليها، أما الحمد لله كتجربة تقعد لها في التاريخ في السيفي نتاعها. الحمد لله كل التوفيق يا سيدي. شكرا ليك ولكل الله يبارك لك. مرسي بيها. شكرا يعيشك. مرحبا يعيشك ان شاء الله ربي يوفقكم. شكرا يخليك. سي عمر زيدي من تونس. من تونس الغينيا هكايا نولي نبدل هكا اي من تونس الغينيا الباريس. من تونس الغينيا الباريس الغينيا فرنسا. ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الناس الكل.